اعتقد انه سيكون مقطع الموسم. سحابه سوبر سله الخضراء الان على في هذه اللحظه خارجه من البحر متجهه الى وسط جده الجنوبي. سحابه سوبر سله عنيفه بمعنى الكلمه، نسال الله ان يعطينا خيرها ويصرف عنا ما فيها من شر. سحابه سوبر سل بمعنى الكلمه. الحقيقه لم اشاهد مثل هذه السحابه منذ سنوات طويله، لكن السحابه تعتبر من اشد انواع السحب الركاميه مطرا، نظما لالتقاء كتله رطبه قويه جدا من الجنوب يقابلها كتله بارده علويه سطحيه متعمقه حتى السطح. حصل من ذلك كونفرجس تكونت على اثر هذه السحابه الخضراء باذن الله عز وجل بامره سبحانه. سحابه عنيفه جدا في البحر ما زالت وهي الان في طور الخروج. اسال الله العلي العظيم ان يجعل امطار خير وبركه. على الجميع التحرز والابتعاد عن المناطق المنخفضه، السحابه مهيبه مهيبه يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، محدثكم جبل صفار.